السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي درتو بخير؟ خصكم بحالي ما جابتكم سوق الجميعه مع هاد العواشر. سبحان الله، كاينه ريحه رمضان، ريحه الشباكيه، ريحه سلو، الحركه دايره. جبتكم عند الاخت نور مالكه، الصراحه هي اللي معروفه بزاف هنايا بالعطريه، جميع انواع العطريه والنقاوه والنظافه. انا غادي ندخلكم عندها. هذا الباب الثالث، الا كنتو جايين من جهه كسريط الحفاري كتجيو للباب الثالث، كتدخلوا مع الباب كيبان لكم هاد مول الورقه الحسين وعبد الصادق، راه عندهم مطحنه ديال اللوز وسلو وزنجلان وكاوكاو، وكيصاوبوا حتى الورقه، تبارك الله عليهم عندهم ورقه. كتدخلوا مع هاد الزنيقه، هادي المحل الاول، لا المحل الثاني، ها هي كاتبه عليه ايبيس نور مالكه. السلام عليكم، دايره بخير؟ عواشركم مبروكه، بارك الله فيك. ايوا كاين شي جديد؟ كاين شي جديد؟ بغيت غير نسولك شنو هي انواع العطريه اللي كتمشى عندك هنا في رمضان؟ خاص في رمضان بالنسبه لرمضان كتمشي الاكثر، كيمشي ديال بسيطلات ديال الحوت، وكيمشي ديال لينان. هذه عطريه بسطيلات الحوت، هذه راه كتكون بيضاء، حيت ديال لينيم والبساطيل كتكون فيهم جوج شكيلات، كتكون واحدة حمراء وواحدة بيضاء. هاد البيضاء كتكون يعني الحمراء كتكون فيها داخل فيها البودغ ديال الحمراء، هذه الحمراء داخل فيها البودغ ديال الكروفيت، البيضاء ما كيكونش داخل فيها، هكاك هو اللي كيعطيها اللون خفيفة. مثلا اللي ما كيبغيش بريوات يعني يكونوا ملونين كيبقاو شوية بيضين، كتستخدمي فيهم هاد البيضاء. الحمراء كتستخدميها في لينام وفي البساطيل الكبار البساطيل الكبار. وهذه ديال البسطيله ديال الحوت، راه كتخدمي بها البسطيله ديال الحوت، وكتخدمي بها حتى البسطيلات ولا البسطيله ديال الدجاج اللي تتكون مالحه بنسمه الحوت. بسطيله الدجاج اللي كتكون مالحه، كتكون مالحه وهي بنسمه الحوت. يعني كتجي زوينه، راه كتجي بنينه احسن من ديال الحوت كاع. بودا ديال الكروفيت ياك؟ هذه بودغ ديال الكروفيت. البودر ديال الكروفيت كتنسمي بها، حتى هي كتزيديها داخل عن ديال البساطه، او كتنسمي بها حوايجات اخرين. عاش عندنا الكروفيت بوحدو، الكروفيت بوحدو اللي كتستعمليه مثلا في لو سوب، كتدخليه في لو سوب وكتزيدي معاه كي الكروفيت، وكاين الفارق وكاين الكالامار، هادو كلهم تيتسماو ديال لي سوب. هكاك كتنكهي بهم انت كاع، الا بغيتي تدخليهم في شي حاجه اخرى كتعاودي. بطبيعه الحال قدرتي مثلا ديري خضيره، هكا خضيره وديري معها الكروفيت كيعطيك، ديري معايا القمن هذا كتسمي بحال، لان كل واحد وجهده، فهمتي؟ شفت هنايا واحد 10 دراهم، واش كتعطي ابتداء من 10 دراهم ولا؟ انا كنعطي ابتداء من 5 دراهم. من 5 دراهم تعولوا لي، 5 دراهم ما تقدرش تحيدها هاك، من 5 دراهم. ها انتم البنات ابتداء من 5 دراهم، ما تقولوش ليا شي حاجه راه غاليه، جيو تزيدكم البنه الصراحه. شمنتي تبارك الله ريحتها فن، تبارك الله ريحتها غزال. مارينا غينادا هذه ديال الدجاج، ديال الدجاج وكاين فيها حتى ديال الحوت، تبارك الله البنات. هذه كدار في الدجاج، بالاخص الدجاج اللي كيدخل الفران او مشوي فوق الفرن. هكاك زوينه تبارك الله. وكاينه مارينا ديال الحوت، مارينا الحوت ثانيه يعني. ومرة اللي شفتيهم كيبانوا لك بحال بحال، ولكن في المكونات ماشي بحال بحال. هكاك ديال الدجاج ضروري، ديال الدجاج ضروري كندخلوا فيه حتى الحبوب ديال لاموطا، ديال الحوت ما كنديروهاش فيها، ولكن كيدخلوا فيها اعشاب ما كيدخلوش في الدجاج. هكاك بان لي هنا عندك عطريه تاع الحوت، دونك هنايا هاد عطريه الحوت العادي اللي كيدخل الفران ولا القليه. انتم اللي كديريها عاديه، ضروري كندخلوا فيها حوايج. المهم انا راني اي حاجه كنشمها. تبارك الله ريحتها عاطيه، تبارك الله. كاين هذه راه معروفه، هذه حتى هي كتمشي بزاف في رمضان، عطريه ديال البطبوط. ديال البطبوط عطريه البطبوط، راه مكتوب عليها عطريه البطبوط البنات. تقدري ديريها في البطبوط، كتقدر ديريها حتى في المسمى ياك. وضروري تكون فيه شي حشوه ولا غير هكا؟ فيه الحشوه ولا ما فيهش؟ دابا حاليا راه ولا المسمى كلشي الناس ولاو كيسموا المسمى. كتنسميه بحال هكا بعطريه، او كتنسميه بالزعتر اللبناني. هكاك الزعتر اللبناني كتنسميه به المسمى، كتنسميه به حتى البطبوط. كاين المشاوي، العطريه تاع المشاوي، هذه مشاوي اللحم. اللحم وهذه ديال الكفته، هذه كفته، كاينه كفته مغربي، وهذه كفته بالفواكه الجافه. جافه شوفي لا كولور ديالها كيفاش داير، اي مغلوقه شويه، شمي الريحه ديالها. تبارك الله زوينه، تبارك الله.
اصلا المحل كله فيه واحد الريحه زوينه تبارك الله ديال العطريه. كاين ديال لدان، الدجاج، الدجاج مشوي، اللحم، شاورما، بسطيلات الدجاج، طاكوس، حتى هو كاين البنات. ها نتوما هذاك الطاكوس ما تلقيش عند شي واحد، حيت انا كنقول لهم الا بغيتي طاكوس كدوق عندي انا الطاكوس ديالي كيفاش داير. كنقول لها بغيتي تشري طاكوس من بلاصه اخرى ذوقي شوف الفرق واش بحال اللي عندي المذاق. هكاك هذه شنو هي؟ هذه ديال لي سوب، سوب عادي ديال الخضار. كديري فيها، ولكن هذه ما فيهاش الحوت. ما فيهاش الحوت. تقدري مثلا ديري هذه وتزيدي لي بودر ديال الحوت ولا كروفيت ولا بنتي عندك الحريره، عطريه الحريره هذه. العطريه ديال الحريره، الحريره ورفيسه، الحريره ورفيسه. حنا الحاجه اللي ما كتعرفش طيب وكتقول يدي ما بنيناش ديال العطريه باش تبنن ديال الحريره. حنا الاكثر ديالنا حنايا المغرب راه ما كندخلوش فيها، هذه راه داخل فيها القبه، داخل فيها الكرويه، ايوا شويه القرمه هكاك. حنا حوايج كندخلهمش الناس العاديين العاديين. هذه ديال الرفيسه تبارك الله تبارك الله. هي والمسخن كاين مسخن، حنا ديال الرفيسه بوحده وديال المسخن بوحده. ايا ديال حنا قطعها غتشمها. ريحه عاطيه تبارك الله. كاين العطريه الصحراويه، العطريه الصحراويه هذا الفيمي، فيمي الفيمي راه عندي فيه جوج انواع، كاين الابيض وكاين الكحل. اي علاش كيليقو هذا الفيمي وكاين لاباز فيمي؟ علاش كيليقو هادو؟ كديريهم تدخليهم في سميتو كيعطيك المذاق ديال المدخن. ديرهم في الجبن، ديرهم ديرهم بحال دابا الدنجال بلا ما تشوي ياك. كتقدري عاد تشدي قطعي مكعبات وديري عطريه ديالك كتزيدي شوي كامل. كاين لوغو فيمي وكاين فرماج هذا الفرماج فيمي، فرماج بيس فيمي. هذيك كديري في البشاميل يعني كاع الحويجات اللي كتدخليهم فيهم فرماج كتقدر تميلونجي مع الفيمي. وكاين فرماج بودغ حتى هويا، الكسر فرماج كديري في العجائن البشاميل كيعطيك المذاق ماشي التعليكه. هادو كيعطيوك المذاق ماشي التعليكه. هذه راه قلنا الفواكه الجافه اللي التحميره فيمي حتى هي كتدخليها مع العطريات مع الدجاج، دخليها حتى مع الدجاج شتي الدجاج مقلي ولا كتعطيك داك لوغو ديري منه شويه كتعطيك مذاق زوين. هذه ديال لي صوب مكسيكيه، المكسيكيه كتستخدميها الاكثر الاكثر في لي صوص. هكاك كنت كنديرها في الاول حاره، هي كيف نورمالمون خاصو المكسيك عز عليهم الحاره معروفين بالحراره. انا ما بقيتش كندير الحاره حيت الناس كيقول لك لا خلي الحار اختياري. اللي بغى الحار كيزيد كي وكاين اللي كدير حتى مارينا ديال الدجاج. هكاك كتماريني بها الدجاج وكديرها في لي بات. كاين البايلا، البايلا هذه للرز كتصبي بها حتى البايلا يعني. شفت هنا تاك اف سي ديال الدجاج، الدجاج المقلي يعني في الزيت المقلي. دير تقدري تقليه في الزيت تقدري تدخليه الفران. فران كل واحد هذه عطريه فيمي، هذه هي عطريه داخل فيها الفيمي. وكاين عطريه ايطاليه، ايطاليه ديال لي باتي زوين. تبارك الله شوفوا البنات هذه فنين. هذه راه ديالتهم ديال ليطالي ماشي ديالنا حنا. اللي كتدخليها في لي بات. وكاين هذه بصل مقلي. بصل مقلي كديريه في لي سلاد، كديريه بحال دابا دير الدجاج، دير الرز بالدجاج ولا باللحم يعني هذه كتسوقي بها. كتسوقي بها الاكثر، دايره فنينه كلها هكا. هذا الوكامي. هذا بحال ستين سورت ديال لي شامبينيون. نشد بيدي. هذا هذا هو اللي كيعطيك لوغو في البساطن ياك. هذا احسن من كيعطي احسن من الشامبينيون نوار. الشامبينيون نوار ما فيهش لوغو. بحال ما فيهش لوغو بصح. مي الواكامي هو اللي كيعطيك لوغو. هكا الواكامي كيعطيك لوغو. اذا انت ملي تبغي تخمي ديري شويه شويه من هنا وشويه من هنا شويه واكامي. هكاك هذا راه واحد الوقيته راه ما بقاش راه خرجنا هاد بيا ما فرحتوش. هادو عطريات شرقيه. عندك الطندوري، الطندوري راه تخدميها كتدخليها في الدجاج وفي اللحم، ولكن راه فيها شحال من الناس داوها وقال لك فيها شويه الحلبه. يعني بالنسبه للوغو ديالنا حنا اننا كندخلوا الحلبه مع الدجاج كتجينا مختلف شويه. مي راه فيها حيت الناس قال لك ما عرفناش ان فيها الحلبه، فيها الحلبه. هذه الكبسه ايوه ديال الرز، الكاري، البرياني،
التوابل الاربع. التوابل الاربع شنو هي؟ كاين الناس اللي ما كيعرفوهاش. التوابل الاربع حتى هي كتنسمي بها انا كتقولي هادو التوابل الاربعه والسبعه. راه بحال اللي كتقولي كاين السبعه وكاين الاربعه بحال المروزيه ديالنا. المروزيه كتنسمي بهم، كتقدري اي عطريه درتي وبغيتي تدخلي شويه تنسمي بها تخليهم. بوصيصوص هي الفران ديك اللي كتكون منعوسه ولا شي. لا حبيبتي ديال التعاونيات لا، راه كاينه عند السيد اونفاس معاه. ولا شوفي هاد الدراري اونفاس بوطيطوس كديرها في فريت ديال الفران. ايه ولا ديك فريت ولا البطاطا اللي كتعمري بها بريوات ولا بسيطلات. فهمتي كتدخليها هذيك زوينه رائعه فنه. تقدري كاع تسلقيها وتمرمديها في هاد العطريه وتدخليها تدخليها كاع للفران وتحطيها هكاك مقرمله تجي زوينه. كدير في جميع الاشكال ديال البطاطا. كنتيريو فيها هادي بور لي سالاد. ايه هادي كتكون شويه محمضه في الطون فاش كديرها هي تقدري تايفيتي تقدري تايفيتي الخل هكاك حيت فيها شي حوايج اللي هما محمضين. هذه البهارات البيضاء تقدري ديريها في البشاميل، يعني شي حاجه شي دجاج ولا شي حاجه اللي كتبغي لا كولور ديالو يبقى بيض بيض كتستعمليها فيها. كاين الناس اللي ما كيبغوش الدجاج ملون. ملون ايه صافي. وكاين هادو خمسه الانواع ديال الابزار. ديال الابزار السماق هذاك السماق. السماق الناس الاكثر كيقول لك ما تنعرفوش فاش نديرو. السماق كديري في المشاوي. السماق كديري في لي سلطات. كديري فيه بزاف د الحويجات. هو راه اللوغو ديالو حامض شويه حامض كتعطي الحموضه. ولكن ديك الحموضه ديالته زوينه. وكاين البزار الاحمر. البزار الاحمر كاين الحبق ورقه سيدنا موسى ها هي مطحونه. كاين وكاين العطريه تاع الكاشير. تاع الكاشير اللي بغات دير كاشير دابا هاد الوقيته ديال رمضان. كيديروا الناس كاشير بزاف. ديري كاشير كتجيك اللوغو ديال الطريوات بحال راك مكاشير هكاك. عندك حتى العطريه مثلا كاين الكمون بوحدو البزار بوحدو الفرطون بوحدو على يديا. هذه سخونه راه بيو هكاك ما تبقاش عند العطار. كطحني هذا الشيء دابا كطحني على يدك. انا العطريه انا اللي كنصوبها بيدي هكاك ما ناخذهاش. صافي دابا المكونات السريه ديالك. وتبارك الله عليك زعما داك الشيء عندك غزال. هذه الخضر يابسه. خضر يابسه هذه راه معروفه في اي حاجه دخلتيها كتدخليها في لي صوب كتدخليها بحال دابا مسمن معمر. راه عظيمه هذه كتعطيك المذاق اكثر من الخضره اللي كنديرو حنا طايه. كتعطيها لك ديرها في الكسكسو. وانا اللي لاحظت بعدا كاينه ملي وقع على هذه العطريه اللي وريتيني شميتها ريحتها عاطيه تبارك الله. كتبان لك بان المكونات كثيره كثيره. هذه زوينه فاش ما دخلتيها كتفرض نفسها. عندك مناسبه بحال هذه راه احسن من لي زير دو بروفانس. هذيك راه ما فيهاش ما فيها لا ريحه لا بنه. هذه لا انا كندير فيها الخضار كندير فيها الزعتر كندير فيها زعيطران يزير. يعني كاع مرد الدوش تبارك الله. مرد الدوش كاع الحويجات اللي ديال الاعشاب كندخل فيها. هذه كديريها ثاني كديريها في لي صوص ديريها مع الدجاج ديريها مع اللحم شويه البيتزا ديرها في العجائن. البيتزا تجي زوينه حتى في لي بات. اي حاجه حنايا المغرب حنا عندنا هادشي. حنا المغاربه مكنستعملوش في الاكل ديالنا. بصح بالعكس ضروري خصك تدخلي نويعات ديال الاعشاب مع العطايا ديالك. بصح هذا هو الديفو اللي كاين حنا. كيديروا الخرقوم عرقس كاين جبير الطحميران ما حد ربعه ولا خمسه ديال هادو صافي. ما كتدخلش حتى الاعشاب بحال كتدخل اول حاجه صحيين وثاني حاجه كيبن. بصح لو كاين الناس دابا تبارك الله فهمات وعرفات ولات كتسال. هذا الربيع يابس. الربيع يابس شمي غير الربيع يابس. ولكن هذا كتستعمليه دائما في الاخر باش كيبقى باش كيعطي الجهد ديالو. ما يديريش من الاول كيبرد. هذه قلت لك التحميره بيو. هذا كامون بلدي كامون بلدي تبارك الله. شميتها تبارك الله. كاين بزار كزبر وراه هاد العطريه اللي كنوريك انا هاد الشيء هو اللي كنخدم به. هو اللي كنخدم بهم كنجيب نبيع منهم. هذا بزار هذا كزبر
سكين جبير الحمر وعندك البصله بودغ والثومه بودغ. ما كنجيبش انا البودغ، كنجيب هذا الحرشين ياك. هذه بصله ومن السما نتوما شوفوا حيت الا درتيها بودغ ديك المطحونه كتكون ريحه عاطيه تبارك الله. كلشي كلشي انا اللي حليت لك القرعه كتعطيك. سميتو الا درتيها بودغ الا ضربها البرد كتقصح. هذا هو الديفول فيها، ما كنجيبهاش هكاك، ما كنخدمش بها هكاك. كاينه هي عاديه ما فيها لا ما فيهاش هذه ما فيهاش ما نسمعش السماشه كتكون بيضاء ونفس الشكل كاينه حتى في السميته ثومه حتى في الثوم. هذه من السما هذه من السما واخرى ما نسمعش. لاحظت عندك حتى هذا الشيء ديال الحلوى، هذا الشيء ديال الحلوى تا هو كنخلو باش كت يعني باش كتذوقي. وعندي الشكيلات ديال الشوكولا كريم شونتي لي بودغ ديال كريم شونتي النشا الباتيسري وكاكاو بودغ هذا الكريم ماوس. النشا ما زينه بانت لي عندك بحال كت النشا كتبيعها حتى هي العبار. ايه كان النشا عندك النشا وكريم باتيسير شابلور سايش وعندي عندي لي شابلور راهما كريم باتيسير كريم باتيسير وكاين النشا وبودر ديال الكاكاو والكوك الكوك دهني كنديرو دائما كندير كوك دهني ما كنديرش ناشف وسكر غراسي سبيسيال هكاك. هذا زعتر لبناني، هذا زعتر لبناني زعتر لبناني، زعتر لبناني كتنسمي به المسمى. ديري في الوطبور تا هو لا مثلا السيده كديري زويته وديري زبيده وتلوحي فيها تقرصي بهم ملي تكون تقرصي قرصي بهم. وكاين اللي كدير تاني البطبوط حتى هذيك البطبوطه مثلا ولا داك المرخوف اللي كنقولوا عليه حتى تقرصيه في الـ في الـ في المقله تحطيه وهذه تكوني دايراها مع زبيده وزويته كتهزيه حتى وتديري من فوق منه. عند الشرقيين وداك الشيء كتشوفي الخبز اللبناني الخبز ديالهم كيكون كيخدموا بالزعتر اللبناني ديالهم بزاف تقدر تنسمي به بزاف فن في المخبوز تقرصي به حتى الخبز حنا ديالنا العادي كيدخل. هذا الشابلور شابلور بالاعشاب وهذا الشابلور ملون، هذا شابلور جديد، هذا بوغ بريستيج اللي كيبغى تزوق بريوات بغا تيوريه لك هو هذا نبغى تزوق يعني. هذوك لوينات في شكل وهاد لوينات في شكل هو هذا على هذه بحال النجيمات شتيهم هذا الزواق زواق تزوقي به اللي بغيتي تزوقي به المالح والحلو. وهذا هذا على شكل بحال بحال الروز بحال الروز زوينين. كاين الشامبينيون وكاين شنو هي هذه؟ هذه الخلطه ديال الخلطه المخبوزات اي اللي كنقرصوا بها هذوك بحال نقولوا لهم حنا الزرارع الزرارع ياك. وهذه هذه حتى هي هذه مخلطه هذه فيها حتى الخضر يابسه هذوك لي شافلو هذو التزيين دائم التزيين كتزيني بهم الملح والحلو. كاين هذا راه بافو راه معروف هذا جوجدان بيض هذا زوجلان الكحل يا كنسحبوا انا سانوج لا جوجلان الكحل سانوج وحدو هذا زوجلان الكحل كتميلونجيهم كتقدري تميلونجيهم وتزيني بهم كيعطيو منظر زوين البيض مع الكحل كيعطيو واحد لاكولوغ زوين هذا جيلاتين بودر هذا كاسونا سكر بني هذه الزريعه ديال الشمس هذه الزريعه ديال القرعه او عندنا هادو عندي مسكة حرة بري شحال دابا كدير هادي عرفت هادي كدير 10 دراهم اما المسكة شحال كدير كيلو كدير 2800 الكيلو مسكة حرة هذا زعفران زعفران حر تما 10 دراهم بحال فيهم تقريبا جاية نص قرعة ما هضرناش على المروزية بنتي عندك تما المروزية تاع الدجاج المروزية ديال الدجاج المروزية ديال الدجاج اللي كنصاوبها انا كتكون فيها قعقله وبسبيصة صافي غير جوج المكونات وبسبيصة تبارك الله قعقله وبسبيصة كيكونوا مطحونين صافي هي اللي كتستعمليهم في الدجاج هكاك
وهذه ديال الحمراء راه فيها واحد المجموعه ديال العطريه. هذه السودانيه فيمي تركي ماشي مغربي تركيا. هذه الملوخيه يابسه كتدخليها في لي سلطات. قلت لك انا لي سلطات كتدخليها في لي سوب. لي سوب. هذه مطيشه سوغيز يابسه. هذا البدنجان يابس. البدنجان يابس راه كت كاين اللي كيعسلو وكاين اللي ما كيعسلوش كتستعمليه مع المشاوي ديال الدجاج المشاوي ديال اللحم. كتستعمليه في البيتزا. البيتزا كتقطعيهم وتستعمليه معاها. هذا شامبينيون نوار رائع هكا كنشوف كتدخلي في لي صوب كتدخلي في لي سلام. حتى هو كتخدميه نفس الطريقه اللي ديري ليه المطايب وداك الشيء. اييه باش كيتنقى وكيتنفخ وكتستعمليه هكا رقيق. عندك اللي كتدخلهم حتى في الحام ديابس البرتقال الزنجبيل معسل باباي معسل. كاين بومبليمون مونغ هادي الكورجيت حتى هي بحال بحال الدنجال حتى هي عطريه ديال القهوه خاصه بالقهوه. هذا الكورجي فاش كيتستعمل الكورجي راه كاين اللي كيتستعملو وكاين اللي كيلوحو مع الفواكه الجافه. كاين اللي دوك الاوكال ديال الروز اللي بالدجاج والحام تلوحي معاهم حتى هو بحال كتزوقي به. هذه الملح الصيني. الملح الصيني راه نكهه ماشي تملحي بها نكهه هي. لا ما كيملحش كتنكهي به بحال كنقول لك كنور. فهمتي الخليجيين والشرقيين كيقول لك كنور. الملح الصيني هي الكنور عندهم. هذه ملح فيمي ملحه فيمي. تبارك الله. انا تضوخني. هذا حبوب الخردل. هذا البزار بزار صيني سميتو سيشيمي. انا غندير واحد عرفتي غندير البهار شتي ريحتو كيفاش دايره. لا علاقه مع الريحه ديال البزار ديالنا. عندي واحد جوج ديال الخلطات. السلام ورحمة الله. جوج خلطات ديال الصيني. المكونات صينية. عندي ديال سبع بهارات صينية وحدة خمس بهارات صينية. إن شاء الله. كيدخل فيهم هاد السيشيمية. عرفتي شحال كيدير؟ شحال كيدير؟ 450 درهم كيلو. كيلو. تبارك الله غالي. ما كتصوبيش دابا المغرب ما كيخدموش به ولكن هو كيعطي واحد لوكو حسن من ديالنا. هذا كروفيت شيبس. هذا كيتحلى كيدير البنات. فهمتي صافي غير تقليو غير تقليو وتاكلي تزوقي به لي سلطات ولا شي هكا الحوت ولا حوته تحطي انت غير في الشوكولاته بحال هكا كتاكليه. زوين هذا كينفخ في لوطون فاش كينفخ كيعطي واحد الشكل بحال المهم بحال شكل عشوائي يعني بحال زوين. اييه كيبان بحال الشيبس كينفخ بحال الشيبس. وكاين العطريه ديال شوربه السمك. هذا قمرون مبقاش عندي. هذه الشوربه ديال السمك شم ريحتها. انا راه غير كنسفس حيت ما كنضطرش انني نضوخ ديال مجهده مجهده والله الا كنت تصبغي تغيرني. تبارك الله عندها كثير من الاشياء. كاين دوك لي بلاطو ديال هذا تسفو فيهم الحلوه. المهم تبارك الله ما شاء الله عليها راها معروفه والسمعه ديالتها سابقاها نور مليكه. الله يخطيك وشكرا لك بزاف على الترحيب. الله ييسر لك امرك ونتمنى البنات يجيو عندك ان شاء الله وياخذوا وينسموا حتى هما الميكلاس ديالهم من عند نور مليكه. ورمضان مبارك ونجيو عندك مره اخرى ان شاء الله ونعاودوا. بارك الله فيك شكرا لك. المهم ها هي لاكارت فيزيت ديال نور رقم الهاتف ديالها اللي بغى يتصل بها واللي بغى كديري لي كوموند حقها ولا نسيفطي لمدن اخرى. كنسيفط داخل المغرب وخارج المغرب. وخارج المغرب انحاء ديال المغرب وخارج المغرب. ها انتما ها هي النمره سكرينيوها البنات واللي محتاجه شي حاجه راه نور كتصيفط لكم داخل المغرب وخارج المغرب وتجاوبكم في الواتساب. شكرا لك نور اختي بارك الله فيك. الله يحفظك اختي.